مرحبا بكم مشاهدي تريندينج في بداية أسبوع جديد. من حق أي دولة منح جنسيتها لمن تشاء وفق ضوابط ومعايير تتخذها لنفسها تتوافق مع تشريعاتها وعليه. فقد منح رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون جنسية بلاده إلى بضعة مئات من الأشخاص بمرسوم وقعه رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أيضا. ضمت القائمة أسماء رجال أعمال سوريين مشهورين يقال إنهم مرتبطون بعائلة الأسد بحسب تسريبات. قيل مثلا إن سامر فوز الذي يشاع بأنه ذراع الاقتصادية للرئيس بشار وشقيقه ماهر ولديه أعمال في موسكو وتركيا وبيروت هو من بين القائمة. أيضا هناك هاني مرتضى الوزير السابق عائلته في سوريا وكان هو قد نال الجنسية اللبنانية بينما أفراد عائلته نالوها أيضا أبرزهم مازن مرتضى. عائلة شهيرة أيضا في سوريا من اللاذقية عائلة فاروق جود رئيس غرفة التجارة والصناعة في اللاذقية وهم هادي ورشاد ومحمد. العائلة تمتلك أحد أكبر أساطير النقل البحري في سوريا. عبد القادر صبرة رئيس اتحاد غرفة الملاحة الجوية والبحرية في اللاذقية والذي وصف بأنه أيضا ربما صديق للرئيس السوري كما يشمل التجنيس ولديه. بعد الجدل حول الأسماء يقال إن رجل الأعمال السوري سامر فوز توجه بكتاب إلى مدير الأمن العام اللبناني عباس إبراهيم يطالبه بسحب اسمه من جداول المشمولين بالتجنيس مبررا ذلك بتجنبا لتشكيل أي إحراج لأي جهة تبنت حصولي على الجنسية اللبنانية وحرصا على استمرار العلاقة الطيبة ومصالح الأخوة والأصدقاء المتعرضين لهذا الهجوم الإعلامي. لكن وزير الداخلية نهاد مشنوق نفى بالأصل وجود اسم فوز ضمن قوائم من هم حصلوا على الجنسية اللبنانية. ردا على ما سبق لم نعرض لكم الجدل الحاصل لكنه حصل جدل كبير من واب في البرلمان. فردا على ما سبق المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية أكد ببيان وأن المرسوم صدر بالتجنيس بالطرق القانونية لكنه قال يطلب رئيس الجمهورية من كل من يملك معلومات أكيدة في شأن أي شخص مشمول بالمرسوم ولا يستحق الجنسية اللبنانية التوجه بمعلوماته إلى وزارة الداخلية المديرية العامة للأمن العام للاستثبات. موجة من الاعتراض على مرسوم التجنيس ملأت مواقع التواصل الاجتماعي. غرد النائب تيمور جنبلاط معترضا أول تغريدة له يقول مواجهة تهريب المراسيم واجب وطني مع التشديد على أن التجنيس موضوع سيادي طبخ في غرف مغلقة يطرح الكثير من التساؤلات حول دوافعه وأهدافه والأولوية تبقى أولا وأخيرا لإعطاء الأم اللبنانية الحق بمنح جنسيتها لأولادها وأدرج هذه الصورة بيت وغرفة فيها كرسي فقط. غرد النائب زياد حواط يقول المواجهة مستمرة لن نسكت حتى جلاء الحقيقة في مرسوم التجنيس بعد كشف أسماء مقربين من النظام السوري حصلوا على الجنسية اللبنانية جنسيتنا ليست للبيع. ثم غرد النائب وصهر الرئيس ميشيل عون شامل روكز دافع عن مرسوم التجنيس يقول مرسوم التجنيس لم يطبخ بالسر وهو أخذ مساره القانوني إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ويمكن لمن يملك الحق الاطلاع عليه وللمعترض أن يطعن أمام القضاء المتخصص أو المختص. ولكن ما هو رأي شباب الشارع اللبناني بالمرسوم؟ بخصوص قانون التجنيس أنا معه بحال واحد إذا هول الأشخاص اللي عم بيتجنسوا إن كانوا سورية أو عراقية أو فلسطينية أو شو ما كانت جنسيتهم عم بيفيدوا بالاقتصاد اللبناني. في ناس أكتر بتستحق الجنسية أكتر صار لها زمان عايشة بالبلد مش ناقصنا لأنه عالم زيادة بعد بالبلد أكيد غلط القانون الدولة لازم شوي تدرس وضع العجقة بالبلد الزبالة قبل ما تعطي جنسية لشباب وعالم جديد يعني عرفت كيف. ينضم إلي من بيروت الصحفية فاتن زيات. مرحبا بك سيدة فاتن. فاتن الاعتراض على المرسوم لماذا؟ هل هو موضوع فقط لأنه تم تجنيس أشخاص أجانب أم أنه رجال أعمال أم أنه لمقربين ربما من الحكومة السورية؟
أرى أنه الاعتراض الأكبر على الموضوع من قبل الشباب اللبناني عدم الإنصاف للمواطن اللبناني، عدم الإنصاف بالعديد من مكتومي القيد، من الناس الذين هم أصحاب الجنسيات قيد الدرس والذين يعيشون في لبنان منذ سنوات والذي استثناهم هذا المرسوم اليوم. ولكن رئاسة الجمهورية استدركت هذا الموضوع البارحة، وقرار رئيس الجمهورية كان منصفا لنا، يعني وقف العمل بمرسوم منح الجنسية لعدد غير قليل وإبلاغ جهات سياسية عدم رغبته في وقف الإجراءات التنفيذية لكي يصار إلى تدقيق جديد في كل الأسماء الواردة. الرئيس عون ربما أراد أن يتوجه إلى الشباب اللبناني لكي يؤكد أن طيب لماذا لم يتوجه إلى الشباب اللبناني قبل أن يصدر هذا المرسوم؟ هنا ندخل بعدين الرئيس هو بحاجة للشعب لكي يدقق عنه، أم هو صاحب السلطة الذي يجب هو أن يدقق؟ نعم، هنا كان هناك عدة حملات، بعد عدة حملات قيادة هنا لا شك بأن هذا المرسوم قد مرر قبل انتقال حكومة الرئيس سعد الحريري إلى مرحلة تصريف الأعمال، أقر وبالخفاء وتحدثت الصحافة اللبنانية وسمعنا أصوات اعتراضية، ولكن لا يمكننا أن نعهد أن الرئيس استدرك هذا الموضوع وكان له كلام واضح في هذا الشأن، حيث طلب إلى المديرية العامة للأمن العام إعادة التدقيق. ولكن كما تعرف تدخل السياسة في لبنان والمرشقات السياسية والبزار السياسي في أي موضوع، هذا الموضوع اليوم موضوع تراشق بين القوات اللبنانية وبين التيار الوطني الحر، ولكن نحن رأينا ما يزال كشباب الأمة اللبنانية اليوم هي الأجدر بمنح جنسيتها لأولادها، ولكن نشكر فعلا رئاسة الجمهورية اليوم لإيقاف العمل بهذا المرسوم. هل تتصورين أن منح الجنسية في هذا المرسوم ربما يسهل المرسوم الآخر بأن ربما تمنح الجنسية من قبل الأم لأطفالها وهي إذا كانت متزوجة من غير لبناني؟ أظن أن هذا ليس له علاقة، لأنه لو كان له علاقة هناك العديد من الحملات المطالبة، الأسماء التي زجت في هذا الملف أضيفت إلى أسماء العديد من مكتومي القيد، الأسماء التي أدرجت ضمن هذا الملف. نحن نتمنى من هم هؤلاء؟ مجموعة كبيرة من المتمولين ورجال الأعمال الذين تحدثت عنهم الصحافة اللبنانية اليوم، المقربين كما يقولون من النظام السوري. هنا حتى أريد أن أقول هناك شخصيات لبنانية كانت قد رفضت جنسيتها، كان هناك شخصيات كانت قد رفضت إعطاؤها الجنسية، تم إبراج أسماء عديدة. فعلا نحن لا يعني لسنا على اطلاع، لانه جرى زج الكثير من الاسماء وتبين لاحقا ان الاسماء التي تحدث عنها في الاعلام هي اسماء غير صحيحه. اشكرك من بيروت الصحفيه فاتن زيات.